لسه اخبارنا الحلوه يعني ما خلصتش. فاز كمان اللاعب مهند طارق لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث بالميداليه البرونزيه في منافسات كاس العالم الخماسي الحديث المقامه في بلغاريا وانتهت فعالياتها كانت امبارح. حصل مهند طارق على المركز الثالث والميداليه البرونزيه بالرصيد 1500 نقطه بفارق. هنا بنتكلم ايه بقى؟ خد الفارق ده ثانية ثانية واحدة على بريطانيا. ثانية واحدة لا والله يعني ثانية يا جماعة الثانية بيحصل فيها والله حاجات تتشقلب في ثانية والله. ثانية واحدة عن البريطاني جوزيف تشونغ، معرفش حسبوها ازاي يعني، صاحب الميدالية الفضية برصيد 1501 نقطة وبطل أولمبياد طوكيو يعني، بينما حصد هنا الذهبي الذهبية الكوري الجنوبي جون وينجنت برصيد 1537 نقطة. مبروك، اعتقد برضو حاجه مشرفه جدا. حلو ان احنا كل شويه نسمع اخبار كده عن مصريين طبعا في الخارج يعني.